تمعن النظر، تكاد لا ترى القادم نحوها، فعيناها ابيضتا من البكاء على ابنتها سميرة مارش المعتقلة في سجون التحالف السعودي في مأرب بتهم ملفقة. ما زالت تترك باب دارها مفتوحاً منذ العام 2018، لعل ريحاً تحمل لها أخباراً عن مصير ابنتها. بنتي في مأرب، لا زالت في مأرب، تحت الضرب، تحت الدبج، تحت الكهرباء، تحت كل شيء. يقول والله أنت استقري بأي حاجة ولا أنت ما تخرجين تموتي في السجن. والله العظيم بنتي مظلومة، أقسم بالله العظيم إنها مظلومة. نريد أمي، كلمتان تختصران حزن أطفال سميرة الثلاثة، لا تفارق صورة اختطافها ذاكرتهم. هم أيضاً أيتام الأب، يحاولون تمرير الوقت وملء الفراغ وإشغال أنفسهم، ولكن عبثاً، فإن غابت الأم غاب معها كل شيء. أريد أم أدري أنك سن بالله، ترى نحن ما نذوق النوم من ورا أمه، أنا قاعد نبكي على أمه. اختطاف النساء عيب أسود في اليمن وجريمة تحفر على الجبين، لا تمسح ولا تسقط بتقادم الزمن. منذ بداية العدوان اعتمد التحالف السعودي سياسة ممنهجة لابتزاز اليمنيين والضغط عليهم من خلال اختطاف النساء. السجن هذا كانت فيه أختي، يمكن سمير حزام مارش. إني أناشد الأمم المتحدة وحقوق الإنسان واليمنيين، ومن كان له فيه دم عربي إنساني أني تابعوا بنتي وقلبوا كيف مصيرها. في مأرب عاشت بلقيس سبأ وتربعت على عرشها لتجسد مكانة المرأة اليمنية عبر التاريخ. لم تتغير أعراف اليمنيين وتقاليدهم، لكن الزمن تغير، فشتان بين ملكة حملت على عرشها في عهد النبي سليمان ونساء يقبعن في زنازين مظلمة في عهد مرتزقة بن سلمان.